إيران بدأت بتحريك صواريخها الدقيقة بشكل مكثف تجاه العراق وحتى تجاه سوريا، وذلك من أجل التصعيد ضد القوات الأمريكية الموجودة في المنطقة لهدف مهم تعمل عليه إيران، ألا وهو الضغط على القوات الأمريكية، بل أيضا من أجل إخراجها من منطقة الشرق الأوسط. تفاصيل جديدة قد نشرت من وكالة عين الفرات السورية مؤخرا في 48 ساعة الماضية عن طبيعة شحنة للسلاح قد دخلت إلى داخل سوريا عبر الأراضي العراقية، طبعا قادمة من إيران. هذه شحنة الصواريخ أساسا كانت قادمة بحسب التفاصيل التي نشرت مع حماية مشددة ومكثفة، ولم يتمكن أحد من تفتيشها، وطبعا دخلت إلى البوكمال، إلى المربع الأمني الأفغاني الخاص بلواء فاطميون. وبعد ذلك وبعد أيام قليلة من وصول هذه الشحنة اتخذ قرارا أحد القادة الإيرانيين الذين أشرفوا على دخول هذه الشحنة أساسا، اتخذ قرارا بعملية توزيع الصواريخ الخاصة بهذه الشحنة التي دخلت لهذه المنطقة، فهي شحنة صاروخية بحتة، وأن الشخص المسؤول أساسا عن نقل هذه الشحنة الصاروخية هو عبارة عن شخص إيراني، هو قائد الحرس الثورية الإيرانية الموجود في البوكمال، وهو الحاج عباس الإيراني. وطبعا من أشرف على مسألة توزيع هذه الصواريخ هو نائبه، وهو الحاج سجاد الإيراني بحسب هذه التفاصيل التي نشرت، وهو نائب قائد الحرس الثورية الإيراني في البوكمال، وكذلك هو يعتبر المسؤول الخاص والأول بلواء فاطميون. وبالتالي قاموا بتوزيع شحنة هذه الصواريخ أساسا التي دخلت من إيران عبر العراق إلى سوريا على مقرات الحرس الثوري الإيراني، وكذلك مقرات فاطميون الموجودة في البوكمال والموجودة طبعا قريبة من هذه المنطقة، في تحشيدات للصواريخ والأسلحة مستمرة تجاه القواعد الأمريكية وإلى غربي نهر الفرات. وكانت هنالك أساسا لقطات مصورة لطبيعة النقطة التي يقومون الإيرانيون من الحرس الثوري الإيراني بنقل الصواريخ إليها وتحشيد هذه الصواريخ في المنطقة في المربع الأمني الذي نتحدث عنه دائما. وكانت هذه هي اللقطات المصورة التي جاءت بها طبعا وكالة عين الفرات بشكل حصري، وهم يصورون المنطقة التي يتم فيها تخزين الصواريخ وكذلك نقلها، وأشاروا إلى هذا المبنى الأبيض الذي ترونه، وطبعا قالوا بأن مشفى عائشة الموجود في هذه المنطقة هو أساس عملية نقل هذه الصواريخ. وطبعا إذا ما حاولنا أن نجد هذه المنطقة في ظل الأوصاف مشفى عائشة، مربع الأمني، البوكمال، فسنلاحظ بأننا أمام بعض العلامات المميزة التي ممكن أن نستفيد منها، مثل هذه الشجرة والشجيرة التي تعتبر هي منفردة نوعا ما في هذه الصورة، مع مبنى واحد أيضا يأتي بهذا الاتجاه وهذه المسافة من الطريق، وبالتالي هذه علامات مميزة للغاية. وأيضا بعد ذلك من الطريق ستلاحظ بأننا أمام طريق نوعا ما ترابي يمتد إلى هذا المبنى الأبيض الذي أشاروا له، وهذا هو مبنى هيكلي يأتي أساسا مقابلا للمبنى الأبيض، وبالتالي عندما نلاحظ فسنلاحظ بأننا أمام الهيكل، أمام المبنى الأبيض. المبنى الأبيض أيضا فيه نوع من الشبابيك طبعا المميزة للغاية، بالبحث ستجد أن هذا المبنى هو مشفى عائشة بنفسه أساسا الذي ذكر. وبالتالي إذا ما اتجهنا إلى القمر الصناعية الآن إلى الحدود العراقية السورية لكي نحاول أن نجد هذه النقطة التي تدخل من خلالها الصواريخ من العراق إلى البوكمال وتوزع. هذه البوكمال لنقترب منها الآن، وبالاقتراب من البوكمال وتحديدا إلى المربع الأمني الذي نتحدث عنه فهو يأتي في هذه المنطقة، والمبنى الأبيض المميز هنا الذي ترونه يتطابق نوعا ما مع ما رأيناه من المبنى قبل قليل في المقطع الذي صور طبعا، وكما نلاحظ الذي صور من عين الفرات الشبابيك نوعا ما متطابقة، هنالك كذلك مسافات ترابية، وسنلاحظ أن هنالك نوعا من الطرق التي تأتي بهذا الشكل مع نوع من الشجر والمباني نوعا ما المنفردة في هذه المنطقة. وبالتالي هذا قد يوضح بأن نوع التصوير يأتي بهذا الاتجاه ليصور هذا المبنى، وبالتالي إذا ما أخذنا نوع تقريبا 180 درجة لكي نلقي نظر، لكي نعتبر نفسنا بأننا نحن من صورنا هذا الموقع، لنأخذ صورة واضحة. نعود قليلا بالتاريخ نوعا ما إلى عام 2021 كما تلاحظون بالاقتراب من هذه المنطقة، سنجد بأننا أمام نفس الهيكل الذي شاهدناه للبناء، نفس المبنى الأبيض الذي ترونه، وخاصة أن هذا المبنى يأتي بالشبابيك الخاصة به، ستلاحظ بأن هنالك نوع من الشبابيك التي تأتي هنا
تقريبا نفس التي رأيناها طبعا، وبالتالي وعلى هذا الأساس مع تطابق هذه العلامات سنلاحظ بأننا قد توافقت النقاط التي ألقينا نظرة عليها، وعلى هذا الأساس نحن أمام نفس الشجرة، نفس الشجيرة الصغيرة، هذا هو المبنى الصغير، هذا هو الطريق الترابي، وطبعا هذا هو الهيكل الذي تحدثنا عنه، هو هذا المبنى الأبيض. وبالتالي هذا يعني أن هذه المنطقة هي المنطقة التي عادة ما يتم فيها تخزين هذه الأسلحة، أو تصل إليها الشحنات الأسلحة والصواريخ، وبعد ذلك تنتشر وتوزع على مقرات الحرس الثوري الإيراني أو حتى لواء فاطميون المسيطرين على هذه المنطقة. وبالتالي المصور كان يسير بهذا الاتجاه وهو يصور كل هذه المنطقة، وصور كل هذه المنطقة التي حددت تماما أين يقوم الحاج عباس الإيراني في إدخال طبعا هذه الصواريخ الخطيرة للغاية طبعا. وفي نفس الوقت أن الأمور ليست فقط في البوكمان، لا أبدا، بل أن هنالك تفاصيل أخرى مرتبطة في مدينة الميادين قادمة من المرصد السوري لحقوق الإنسان. هذه هي الميادين، هنالك تفاصيل جديدة أساسا قد نشرت يوم أمس تقريبا عن مسألة تحشيدات كبيرة في الميادين تجاه قاعدة حقل العمر النفطي، وهنا تحديدا في هذه القلعة التي ترونها وهي قلعة الرحبة التي تسيطر عليها الفصائل المسلحة المقربة من إيران، وخاصة أن هنالك منصات صاروخية بحسب الوصف الذي ذكر من هذه أو من المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن هذه القلعة تحديدا التي تحدثنا عنها هنا هنالك صواريخ ومنصات قد نصبت في هذه المنطقة من أجل استهداف حقل العمر النفطي التي طبعا القاعدة التي دائما ما يستهدفونها من مدينة الميادين، بل إن هنالك صواريخا قد تم تنصيبها مؤخرا، وتمكن المرصد السوري لحقوق الإنسان من نشر التفاصيل أساسا بهذا الشكل الذي ترونهم. هذه هي التفاصيل يوم أمس كما تلاحظ، وأيضا نشروا هذا التصوير للمنطقة حول قلعة الرحبة التي ظهرت الآن، ولهذا الصاروخ الذي ترونه قد لا يكون واضحا ولكنه أوضح عندما ترى هذه الصورة. بالتالي تحشيدات مفاجئة كبيرة جدا تأتي من قبل الفصائل المسلحة المقربة من إيران، إدخال لشحنات كبيرة للضغط على القوات الأمريكية طبعا في سوريا، وهذا يأتي بعد تقارير قد صدرت وتقرير قد صدر من الواشنطن بوست الأمريكية قبل 3 أيام تقريبا، الذي تحدث بأن إيران لديها خطة لإخراج القوات الأمريكية أساسا من سوريا، ولكن هذه المرة هي ليست وحيدة، بل أن روسيا تعمل بشكل فعال ونشط أعلى بنشاط أعلى من أجل أن تساعد إيران في هذه المسألة للتقليل طبعا من نفوذ القوات الأمريكية الموجودة في سوريا، الذي طبعا والذين يصل عددهم إلى 900 عنصر في الداخل طبعا السوري. أيضا في نفس الوقت على المستوى العراقي فجأة فصيلين مسلحين جديدين قد ظهرا الجمعة الماضية، وهم كتائب كربلاء طبعا وأيضا كتائب الصابرين، فصائل جديدة للغاية، وكما تلاحظ من قنوات التليجرام الخاصة لهم نشرت هذه وتم إنشاء هذه الصفحات يوم الجمعة، ويوم الجمعة كما تلاحظ وحتى كتائب الصابرين أساسا قد تحدثت عنها سايت وموقع سايت انتليجنس للمعلومات والشؤون الاستخبارية قد تحدث عن مسألة أن هذا الفصيل بدأ يستعد لمواجهة القوات الأمريكية والتصعيد ضد القوات الأمريكية وتحديدا مستشاري التحالف الدولي الموجودين في العراق لإخراجهم أيضا من العراق. وهذين الفصيلين عندما تقرأ البيانات الخاصة بهم ستلاحظ بأنك أمام أطراف تريد التصعيد تحديدا ضد القوات الأمريكية، وبالتالي ضغط كبير على المستوى العراقي، ضغط كبير على المستوى السوري، بل أن أيضا هنالك ضغطا ومعلومات مستمرة عن ما هو قادم تجاه إقليم كردستان بشكل مباشر من قبل إيران. وطبعا هنغاو هذه المنظمة الحقوقية كانت قد نشرت تفاصيلا اليوم أن هنالك تحشيدات لأسلحة ثقيلة تجاه إقليم كردستان، وبأن هنالك لحظات صعبة قادمة تحديدا على الأطراف الإيرانية الكردية المعارضة الموجودة في إقليم كردستان. إيران انترناشنال أيضا نشرت تفاصيل مهمة للغاية عن طبيعة هذه التحشيدات وأكدتها بشكل مباشر وبشكل مثير أن كل التصعيد الذي نتحدث عنه إن كان في سوريا إن كان في العراق القادم طبعا أو حتى تجاه إقليم كردستان هو يأتي بعد تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن زيادة مخزون اليورانيوم الموجود لدى إيران، هو الأمر الذي أزعج إسرائيل كثيرا وجعل الولايات المتحدة الأمريكية تضع العديد من التصريحات حول هذه المسألة، حتى أن
الانستيتيوت فور ساينس كانت قد نشرت تفاصيل مهمة عن طبيعة القدرات الإيرانية الآن بالاتجاه للقنبلة النووية مع هذا المخزون المتصاعد والمتراكم والمتزايد بين فترة وأخرى. فالانستيتيوت فور ساينس تحدثت عن تفاصيل وقالت بأن اليورانيوم الآن المخصب المتزايد لدى إيران وما تمتلكه الآن هو يمكنها وهي قادرة في أقل من أسبوعين من الوصول إلى أولى قنابلها النووية، وخلال الشهر الأول ستتمكن من الوصول وهي قادرة بما تمتلكه الآن من يورانيوم من الوصول إلى 5 قنابل نووية، في الشهر الثاني ستتمكن من الوصول إلى 2 قنبلة نووية، وفي الشهر الثالث ستستطيع الوصول إلى 3. وليس هذا فحسب، بل إن 3 من هذه القنابل التي تمتلكها بعد منتصف يونيو بعد وصول طبعا إيران إلى ما يقارب 120 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، ستتمكن من عملية الوصول وجعل 3 قنابل من هذه القنابل أن تكون من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%. ويجب أن نتذكر أن قنبلة هيروشيما كانت قد صنعت من يورانيوم مخصب بنسبة 80%. لاحظ القوة الكبيرة التي تمتلكها هنا إيران. وطبعا الرئيس الأمريكي جو بايدن وإدارة بايدن بشكل عام تفضل الدبلوماسية والعودة للاتفاقية النووية وإنجاح هذه المسألة، وهذا ما يبدو وهو ما تستغله إيران بشكل مكثف. فهي الآن تضغط على أقليم كردستان كما تحدثنا، وهي تريد التصعيد في العراق وفي سوريا، وطبعا تصعد لإخراج القوات الأمريكية كما تحدثنا من هذه المنطقة، وبنشاط عال وهو نشاط روسي. وطبعا الولايات المتحدة الأمريكية هنا واضح جدا أمام موقف بأنها تتعرض للكثير من الضغط لتقديم بعض التنازلات لإيران، ومن أجل أن تكون هنالك عودة للاتفاقية النووية تكسب فيها إيران الكثير. وهنا المشكلة، إدارة بايدن ترى بأن العودة للاتفاقية النووية ستمنع إيران من الوصول للقنبلة النووية، ولكن إسرائيل ترى أن العودة للاتفاقية النووية لن توفر فقط الأموال للفصائل المسلحة أو حتى لحزب الله اللبناني في المنطقة للضغط على إسرائيل، لا أبدا، بل هم قلقون أساسا من الأموال التي ستتوفر لإيران والتي ستمكن إيران من تطوير النظام الصاروخي الخاص بها. فهي لا زالت تمتلك مشكلة، أن امتلكت الآن قنبلة نووية، هي غير قادرة على وضع القنبلة النووية على الصاروخ طبعا البالستية الخاص بها، ولكن هي الآن قريبة من روسيا. الاتفاق النووي يوفر لها الأموال وهو ما سيكسبها المقدرة فيما بعد، قد تكون بعد 2 سنتين من الآن، من إنشاء قنبلة النووية سريعة وامتلاك المعرفة الكاملة والتقنيات والتكنولوجيا الكاملة لوضع القنبلة النووية على الصاروخ البالستي، وبالتالي تصبح إيران هنا دولة على مستوى خطير للغاية وكبيرة للغاية ونووية وهائلة بالنسبة للمنطقة بشكل عام، وتدخل المنطقة طبعا في حرب كبيرة إذا ما تصرفت إسرائيل كما تهدد بشكل مستمر. أيضا إيران بالنسبة لها هي أيضا فجأة فاجأت العالم واستفزت الأسطول الخامس الأمريكي الموجود في الخليج العربي بأنها ستشكل أيضا أسطولا وتحالفا بحريا سيشمل العديد من الدول منها العراق، ولكن الأهم هي المملكة العربية السعودية في مفاجأة أزعجت الولايات المتحدة الأمريكية كثيرا. وبالحديث عن الولايات المتحدة عن المملكة العربية السعودية تحديدا وعلاقتها مع الولايات المتحدة، فهنالك مشكلة. المملكة العربية السعودية أصبحت بعيدة الاستثمارات الصينية، السعودية لم تقف ضد روسيا في الحرب الروسية الأوكرانية، بل بالعكس ترى الولايات المتحدة على مستوى الطاقة هي تساعد روسيا نوعا ما، بالإضافة إلى ذلك بأن المملكة العربية السعودية أيضا الآن وبحسب التصريحات الروسية الرسمية الأخيرة أنهم يريدون ضم السعودية إلى مجموعة بريكس، وهو تطور خطير. وأيضا في نفس الوقت إن المملكة العربية السعودية وبحسب موقع سيمافور من 4 أطراف مطلعة على ما جرى من زيارات أمريكية مستمرة إلى المملكة العربية السعودية، توضح لهم بأن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ليس لديه مشكلة أن يكون هنالك ضمانات اقتصادية، ضمانات عسكرية، ولكنه طالب بقضية مهمة ألا وهي إنشاء مفاعل نووي سعودي، وهو مفاعل أرامكو النووية كما أطلق عليها ولي العهد بحسب سيمافور وما ثبتته من هذه الأطراف والمصادر المطلعة، بأنه يريد الوصول إلى مثل هذا المفاعل وأن تساعد الولايات المتحدة الأمريكية المملكة العربية السعودية في هذه القضية إن أرادت الولايات المتحدة من السعودية
أن تفكر في مسألة خلق علاقات مع إسرائيل بحسب هذه الصحيفة طبعا. وبالتالي هي قالت أن ولي العهد قال سأفكر في مسألة أن أكون علاقات مع إسرائيل إن وصلنا إلى نتيجة في هذا المفاعل النووي تحديدا. وبالتالي السعودية تذهب إلى طريق مختلف، والتفاصيل التي ذكرت في هذه الصحيفة هي جاء النص الخاص بها بهذا الشكل. قال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إنه سيفكر في إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل إذا عرضت الولايات المتحدة في المقابل مساعدة المملكة العربية السعودية على تطوير صناعة طاقة نووية مدنية. وأضافت وقدمت التزامات طبعا أمنية مكثفة وسلطت الضوء على مبيعات أسلحة جديدة لجيش الرياض وفقا لمن اطلعوا على المناقشات. مشكلة الأمريكيين هو فيما قاله محمد بن سلمان في السابق، هذا الرجل كان واضحا، تصل إيران إلى القنبلة النووية سنصل نحن إلى القنبلة النووية، وبالتالي مثل هذا المشروع وإن كان مدنيا قد يدفع السعودية فيما بعد بسرعة استغلال ما تم بنائه من مفاعل نووي له وأن يقفزون طبعا إلى القنبلة النووية. بالتالي الآن أصبحت إدارة بايدن واضحة جدا من طبيعة السياسة التي تبحثها في الشرق الأوسط وما ممكن أن نتوقعه. فأولى هذه الأمور بحسب لا ريبابليكا الإيطالي الأسبوع الماضي، هذه المجلة المهمة لا ريبابليكا الإيطالية أكدت أن الإدارة الأمريكية تخطط إلى إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية نهاية هذا العام، بالإضافة إلى أن إدارة بايدن تبحث عن العودة للاتفاقية النووية ومنع إيران من الوصول للقنبلة النووية. وأيضا في نفس الوقت محاولة إيجاد طريق مع المملكة العربية السعودية لكسبها مرة أخرى قبل أن تخسر الشرق الأوسط بأكمله. وبالتالي هذا العام وما تبقى من هذه الستة أشهر القادمة هي مهمة للغاية بالنسبة لإدارة بايدن، لأن بايدن يريد التركيز على الانتخابات الرئاسية في نوفمبر من عام 2024، حيث أنه سيكون أما في مواجهة دونالد ترامب أو حتى رون دي سانتس من الحزب الجمهوري، و هؤلاء وهذين الشخصين طبعا يشكلان خطرا كبيرا جدا على جو بايدن في الانتخابات القادمة. والأرقام الإحصائيات الاستفتاءات الدراسات توضح بأن بايدن لن يكون في منافسة سهلة أبدا.